أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف، هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف إيه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول إني أبتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما إني أشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي إنك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 18 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والفيديو ده بعنوان الحل تطوير افتتاحياتك. كاسباروف بالأبيض ضد كرامنيك بالأسود في أستانا عاصمة كازاخستان 2001. مباراة كاسباروف وكرامنيك على بطولة العالم سنة 2000 انتهت بفوز كرامنيك باللقب، والعجيب ان البطولة انتهت بدون اي فوز احرزه كاسباروف في اي دور، والفضل كان للتحسينات اللي اضافها كرامنيك وهو بيلعب بالاسود في دفاع برلين في افتتاح الراي لوبيز. وبعد عام التقيا في كازاخستان وكرامنيك باللون الاسود مرة اخرى ولعب دفاع برلين نفسه، ولكن كاسباروف لم يكن قد أمضى هذه السنة بدون عمل. هيا نرى ما الذي قام به كاسباروف ليهزم كرامنيك بنفس سلاحه. لما أحد اللاعبين بيقابل خسارة أو اتنين في أحد الافتتاحيات اللي بيفضلها، بيوصل لسؤال عن فعالية استراتيجيته في الافتتاح. فإذا لعبت افتتاح حاد من وقت لآخر، ربما ستجد نفسك ضحية لنقلة جديدة تم تحضيرها مسبقا من خصمك، وده ربما لن يشجعك على استخدام هذا الافتتاح في الأدوار في المستقبل. ولكن افترض ان الافتتاح اللي بتستخدمه بيلعبه الكثير من اللاعبين المحترفين، إذن ليس هناك اي حاجة لترك هذا الافتتاح بسبب فقط القليل من التفريعات التي قد تؤدي الى مواقف سيئة. وبدلا من ذلك عليك تحسين خطوط تفريعاتك وأخذ هذا الموضوع بجد وبالكثير من التفاصيل. وعندما لا تجد أي حلول في نقلة معينة، تراجع للخلف نقلة أخرى واختبر اختياراتك، وكلما لا تجد أي حل تراجع نقلة أخرى للخلف، وهكذا استمر في التراجع حتى تجد بديل مناسب. وده اللي عمله كاسباروف أمام كرامنيك في دفاع برلين في افتتاح الراي لوبيز. يلا نشوف الدور. كاسباروف بالأبيض ولعب E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5 افتتاح الراي لوبيز أو اللي بنسميه الطابق الأسباني، وهنا الأسود لعب نايت F6. بالطبع النقلة دي نقلة جيدة وصحيحة، لكن في معظم الأوقات الأسود بيلعب هنا E6، لكن كرامنيك ملعبش E6 إنما لعب النايت F6، والنقلة دي هتدخلنا في تفريع حائط برلين. الأسود حاليا طالب بيدق الـ E4، وكاسباروف بيترك البيدق وبيلعب كسل، وهنا كرامنيك بيلعب نايت تيكس E4، وده اللي بنسميه تفريع حائط برلين، وهو بيشبه كثيرا التفريع المفتوح لافتتاح الاسباني اللي شفناه في احد الفيديوهات سابقا بين كاسباروف واناند. لكن في دور اناند كان الاسود لاعب الاي 6 والفيل الابيض تراجع الى المربع اي 4. على اي حال دفاع برلين مارسو كرامنيك اكتر من مرة امام كاسباروف في بطولة العالم، وكل الادوار انتهت بالتعادل، ولم يستطيع كاسباروف وهو بالابيض انه يفوز على كرامنيك. على اي حال الدور كمل بالجي 4، ودي افضل نقلة في هذا الموقف. الابيض بيحاول يفتح عمود الاي، وهنا كرامنيك لعب نقلته المشهورة نايت دي 6 طالب الفيل، ودي النقلة اللي طورها كرامنيك وما قدرش كاسباروف انه يتغلب عليها، وانتهت كل ادوارهم بالتعادل.
النقلة المشهورة بداية النايت دي 6 ان الاسود بيلعب بيشوب اي 7، لكن على اي حال كرامنك ما بيلعبش البيشوب اي 7 انما بيلعب النايت دي 6 طالب الفيل، وكاسباروف كمل بيشوب سي 6 دي سي 6 دي اي 5. ودلوقتي الحصان عليه ان هو يتحرك والوزيرين هيتم تكسيرهم، نايت اف 5 كوين جي 8 تشيك كينج جي 8. دلوقتي الاسود لم يستطيع التبييت، لكن على اي حال التبييت اصبح غير هام لان الوزيرين اختفوا من الرقعة. والموقف ده بيشابه تفريع التكسير في الراي لوبز، الاسود بيعاني من وجود بدء مزدوج على العمود سي، والابيض عنده اغلبية في جناح الملك، بينما اغلبية الاسود في جناح الوزير ما بتكونش لها فايدة كبيرة، لكن الاسود ايضا له ميزة وهو احتفاظه بزوج الافيال. وخطة الأبيض بتكون هي استخدام الحصانين مع أغلبية بيادق جناح الملك ومحاولة الفوز على الأسود. وكمل الدور نايت سي 3 والأسود رد اتش 6. الأسود بيحاول إن يمنع الحصان الأبيض من الوصول إلى المربع جي 5، والأبيض كمل باتش 3. دي أول نقلة جديدة أنتجها كاسباروف بعد سنة من مباريات بطولة العالم، وكان عادة كاسباروف ما بيوصلش بالاتش 3 انما كان بيلعب روكي دي وان تشيك وبينتهي الدور بالتعادل. لكن حاليا كاسباروف ملعبش هذه النقلة انما لعب اتش 3 وكرامنك رد بيشوب دي 7. كرامنك كان ممكن يلعب بدل البيشوب دي 7 النقلة الاكثر نشاطا اللي هي بيشوب اي 6، لكن في هذه الحالة الابيض هيكمل جي 4 طالب الحصان نايت اي 7، وهنا الابيض هيلعب نايت دي 4، والفيل الاسود في النهاية هيرجع للمربع دي 7. ولذلك كرامنك ملعبش البيشوب اي 6 انما لعب البيشوب دي 7 ووفر على نفسه عناء التراجع. وكمل الدور بي 3 وكرامنك لعب كينج اي 8. الملك بيروح للجانب الخطأ، لكن يبدو ان كرامنك كان عاوز يثبت ان نقلة البيشوب دي 7 نقلة صحيحة، والفكرة من هذه النقلة مش ان هو يروح بالملك للامان، ولكن ان هو يخلي المربع دي 8 للعمل بالرخ. وكمل الدور بيشوب بي 2 روك جي 8 روك اي دي 1. خطة كاسباروف ان يحتل بالرخ عمود دي، بينما بيترك للرخ الاخر ان يحتل عمود الاي. وكرامنك كمل نايت اي 7. التراجع ده بيبدو غريبا، لكن في الحقيقة ده منطقي للغاية. الحصان عاجلا او اجلا هيتم طرده بالنقلة جي 4، ولذلك فهو بيتراجع من نفسه وبيحاول ان يوصل للمربع المفيد جي 6 اللي منه هيضغط على البيضة اي 5. وكاسباروف كمل في خطته روك اف اي 1 نايت جي 6. كرامنك رغم ان لعبه بطيء، لكن على اي حال لعب بناء، وبيحاول يضع قطعه في المربعات الصحيحة، ثم يبدأ في التكسير ليصل في النهاية الى نهاية دور مريحة بالنسبة له، لكن هدفه الاساسي هو عدم الخسارة. وكاسباروف كمل نايت اي 4. الحصان بيحتل موقع مركزي قوي، بالاضافه الى ان فيله على المربع بي 2 ابتدت تتفتح له خطوط افضل للعمل. وهنا كرامنك لعب نايت اف 4. النقله دي نقله مثيره للجدل، وربما كان هدف كرامنك ان الحصان يوصل للمربع اي 6 وفيما بعد يوصل للمربع سي 5، لكن بدءا من هذا الموقف ابتدى كاسباروف هو اللي يقود الدور ولعب النقلة المفتاح اي 6، نقلة قوية جدا. الابيض بيضحي بيدق، لكن في نفس الوقت بيفتح خطوط لعمل الفيل وعمل الرخ، وكاسباروف اصبحت له المبادرة. على اي حال كمل الدور نايت تيكس اي 6، وهنا كاسباروف لعب نايت دي 4. كاسباروف رغم ان هو متخلف ببيدق، الا انه بيعرض تكسير الحصانين وبيحاول يستغل وجود الملك الاسود في المنتصف عشان يفتح الأعمدة أمامه، وخاصة بعد ما تخلص من بيدة الإي. وهنا كرامنك لعب نقلة ضعيفة وهي سي 5. النقلة دي لعبها كرامنك بعد ما فكر أكتر من ساعة، وأصبح دلوقتي متوفر له فقط 18 دقيقة للتفكير حتى نهاية الدور. على أي حال بعد نهاية الدور وتحليله، المراقبين وجدوا إن أفضل نقلة في هذا الموقف بدل ما يلعب السي 5 هي النقلة روك اتش 7. ورغم ان النقلة دي غريبة، الا انها بتبعد الرخ عن الوتر الملتهب A1 H8
على اي حال كرامنيك ما لعبش الروك اتش 7 انما لعب السي 5 وكاسباروف كمل نايت اف 5. ودلوقتي كاسباروف بيمارس ضغط على المربع جي 7 وكمان عنده تهديدات خفية على طوال العمود اي وكاسباروف اصبح له الافضلية. وهنا كرامنيك لعب النقلة اللي كان من المفترض ان يلعبها في النقلة السابقة وهي روك اتش 7 وبيبعد عن الوتر الطويل الخطير. وفي نفس الوقت قد يكون الرخ في المستقبل مفيد في حماية اي نقاط على الصف السابع. ولكن كاسباروف كان في اوج تألقه ولعب بيشوب اف 6 نقلة رائعة. الفيل طالب الرخ ولازم الرخ يتحرك لان الاسود ما يقدرش ياخد الفيل، لانه لو لعب جي تيكس اف 6 الابيض هيلعب ببساطة نايت تيكس اف 6 تشيك ميت، ولذلك الرخ لازم يتحرك روك سي 8. وهنا لازم نلاحظ ان الرخ حاليا اصبح لا يحمي الفيل، والنقطة دي هتكون لها اهمية شديدة بعد عدة نقلات. على اي حال كاسباروف كمل رحلة الفيل وكمل بيشوب تيكس جي 7، وبعد التخلص من بيدق الجي 7 اصبح الاسود بيعاني من الاضعاف على المربع اف 6. على اي حال الدور كمل بيشوب تيكس جي 7 نايت تيكس جي 7 تشيك روك تيكس جي 7 والابيض كمل بنايت اف 6 تشيك كشر الملك، وفي نفس الوقت طالب الفيل اللي اصبح مطلوب بقطعتين، وبعد كينج اي 7 نايت تيكس جي 7. وحاليا الموقف متساوي ماديا، لكن بعد هذه السلسلة الإجبارية من النقلات كاسباروف خرج بتفوق واضح، لأن هيكل بيادقه أفضل بكثير من هيكل بيادق الأسود اللي هو ممزق في جناح الملك وبيعاني من بدأ مزدوج في جناح الوزير. لكن رغم كل ده ما زال تفوق الأبيض ليس حاسما حتى الآن ولا يضمن له الفوز. على أي حال كرامنيك كمل روك جي 8 نايت اي 5 روك تيكس جي 1 روك تيكس جي 1. تكسير الأرخاخ ده الحقيقة في صالح الأسود، وده بيجعل من الصعب على كاسباروف استغلال الإضعافات في موقف خصمه. والدور كامل نايت اف 4 طالب بيدق جي 2، وكاسباروف رد ببساطة كينج اتش 1 وترك البيدق، وكرامنيك كمل روك جي 5 طالب الحصان. في الحقيقة الأسود لو ملعبش الروك جي 5 واخد البيدق بالرخ روك تيكس جي 2 الابيض هيلعب ببساطة نايت دي 3 بيهدد الحصان وفي نفس الوقت بيهدد الرخ والابيض هيفوز. واذا الاسود اخد البيدق بالحصان نايت تيكس جي 2 الابيض هيفوز برضه بعد روك جي 1 وهيربط الحصان على الرخ الغير محمي والابيض هيفوز. ولذلك في الموقف ده الاسود ما يقدرش ياخد البيدق انما لعب روك جي 5. ودلوقتي الرخ بيحاول يطرد الحصان من موقعه الممتاز وفي نفس الوقت بيحمي بطريقة غير مباشرة بيدق السي 5، والملك الاسود اصبح له فائدة كبيرة لانه في منتصف الرقعة وممكن يتجه للمساعدة في جناح الملك او جناح الوزير حسب مجريات الدور. على اي حال كاسباروف كمل نايت جي 4. بالطبع لو الابيض ملعبش النايت جي 4 انما حاول ان يدي كش من المربع دي 7 دي هتبقى نقلة سيئة، لان الاسود هيلعب ببساطة كينج اي 8 ودلوقتي الحصان والرخ مطلوبين والاسود هيفوز ماديا. لكن على اي حال كاسباروف تراجع بالحصان للمربع جي 4 وكمل الدور روك دي 5. الاسود طالب تكسير الرخين، واذا نجح في ذلك الدور غالبا هينتهي بالتعادل. على اي حال كاسباروف كمل روك اي 1 تشيك وبعد كينج اف 8 نايت تيكس اتش 6 ودلوقتي كاسباروف فائز ببيدق، لكن الاسود في المقابل هيكون قادر على الغزو في الصف السابع ولعب روك دي 2 طالب بيدق الاف 2 وطالب بيدق السي 2 وكاسباروف كمل روك اي 5 نقلة قوية جدا. بالطبع الرخ مش طالب بيدق السي 5 لان الاسود ممكن ياخد بيدق السي 2 ويحميه، لكن طالب النقلة روك اف 5 ويفوز ببيدق الاف، وبكده بيصبح عنده بيدقين سالكين في جناح الملك وتزيد فرصه كثيرا في الفوز. على اي حال كرامنيك كمل روك تيكس اف 2 روك اف 5 كينج جي 7 وهنا كاسباروف لعب نايت جي 4.
طالب الرخ. لو كاسباروف ما لعبش النايت جي 4 واخد بيدق الاف 7 نايت تيكس اف 7، دي هتكون نقلة سيئة لان الاسود هيكمل بكينج جي 6 وطالب الرخ، والرخ لو اتحرك هياخد الحصان، والنقلة الوحيدة هي الجي 4 يحمي الرخ. وهنا الاسود بيلعب نايت تيكس اتش 3 بيفوز ببيدق وبيجبر التكسير، وبعد نايت اي 5 تشيك، كينج جي 7، روك تيكس اف 2، نايت تيكس اف 2 تشيك، كينج جي 2. ربما هتكون نهاية الدور في صالح الابيض، لكن الاسود باللعب الدقيق ممكن يوصل للتعادل. ولذلك كاسباروف ما خدش بيدق الاف 7 انما لعب نايت جي 4 طالب الرخ، ودي بالطبع افضل نقلة في هذا الموقف. وكرامنك كمل روك تيكس جي 2. كرامنك اتخلى عن الحصان في سبيل ان يقدر يتخلص من جميع بيادق جناح الملك الابيض، ولكن الاستراتيجية دي مش هتنجح لان كاسباروف كمل روك تيكس اف 4 روك تيكس سي 2، وهنا كاسباروف لعب روك اف 2 وكرامنك سلم. كرامنك سلم لان كاسباروف متفوق بقطعة وكمان معاه بيدق سالك رهيب، هيوصل لمربع الترقية بدون صعوبات كبيرة، والدور في الحقيقة انتهى عملية، ولذلك كرامنك سلم. والحقيقة كاسباروف لم يخفي سعادته بالفوز في هذا الدور، لأنه من ناحية أخذ ثأره من كرامنك، ومن ناحية أخرى فوزه بهذا الدور كاسباروف أحرز المركز الأول في البطولة بدون منافس. وإلى اللقاء في فيديو قادم من كاسباروف مدربك للشطرنج. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.